السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل جمعة وانتم طيبين. احنا كنا بنشتغل في موقع خارجي، فكان في زاوية في السقف كده مثلث، عشان نعمله فلازم احنا بناخد له طبعة في حاجة اسمها زاوية كوستيلا، بس هي للأسف مش موجودة معايا هنا دلوقتي، هي في شغل خارجي في العدة في شغل بره يعني. إن شاء الله نبقى نعمل عليها فيديو تاني بإذن الله. زاوية كوستيلا دي عبارة عن مثلث بيتفرد بمسمار كده بتقفل على مقاس الزاوية، احنا عملنا البديل بتاعها وهشوفه في الفيديو ان شاء الله. هي طريقة سهلة وبسيطة، اتمنى ان الفيديو يعجبكم وكل جمعة وانتم طيبين ان شاء الله. دي الزاوية اللي احنا قلنا عليها، دي زاوية في بطنية اليافطة الواجهة، هوريكم ازاي احنا هنعملها. بنجيب مسطرة زي دي كلادنج وتكون معدولة، هنعدلها على الجنب العدل وناخد ايه علام بالقلم الجاف على زاوية الميل دي، وهنجيب قطعة تانية زيها هو ده العلام اهو، هنجيب مسطرة تانية زيها ونعملها على العلام. العلام اللي على الوش ده كان علام حاجة تانية كنا احنا عاملين بشغل تاني يعني، العلام التاني باين تحت اهو. هنظبط كويس على العلام وهنربط القطعة التانية دي اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو، اللي هي الزاوية الكوستيلا. في زاوية كوستيلا شبه دي بالظبط بس بمسمار متحرك، يعني ما بنقعدش نربط ونفك كده، مسمار بصامولة تبقى حاجة كويسة. بعد ما بنعملها بنشيك عليها اول، اهي قافلة من الجنبين كويس تمام. هناخد بقى المقاسات، المقاس اللي هو الجنب ده 52.5، والجنب التاني كان 10 سنتي. هو انا لما طلعت خدت المقاسات كده من غير ما كانش معايا حاجة اكتب فيها، فكتبت على ايدي، ودي كانت 98 سنتي. طبعا كان نفسي اخليها تبقى باينة بالكاميرا بس بعيدة اوي. انا كتبت عشان لما انزل ما انساش او نتلخبط، وجبت قطعة تانية زي دي هاخد عليها العلام بس عشان اكتب عليها المقاسات، لكن دي ملهاش لازمة يعني، دي يبقى عليها المقاسات عشان ما ننساش. 98 فوقهم اللي هو جنب العدل هنكتبه، والجنب اللي فيه زاوية الميل ده كان 52.5، وهنا 10 سنتي. هنجيب القطعة بقى اللي احنا هنشتغل عليها اللي قدامنا دي، الخط اللي انا عامله ده هيتعمل فيه فريز 2 سنتي، وهنقيس عليه عند العلام اللي هو باين ده. احنا عملنا خليناها متر عشان يبقى معانا 2 سنتي اللي هما الركوب على القطعة التانية. المقاسات اهي اللي احنا بقولنا عليها برضه عشان ما ننساش، هتشوف المقاس اللي مكتوب وتعمله. هناخد هنا الفريز الـ2 سنتي ده اللي احنا هنجمع فيه، اللي هو هيبقى مساوي للجنب اللي متفرز اللي فوق، هنجمع فيه لحد العلام اللي متعلم ده. هو احنا كده وصلنا لحد العلام، هنقيس بقى من النص، لا هنقيس نجيب الزاوية اول، ناخد العلام بتاعنا زاوية الميل. القطعة اللي تحت دي هي ممكن نمشيها كده بس احنا هنقطعها عشان لو ما اتضايقناش، ما تبقاش لازم تكون مساوية بالظبط عشان زاوية الميل ما تفرقش معانا. بالزاوية دي هنجيب الزاوية الميل اللي احنا عايزينها فوق، هنخلينا الطرف الزاوية على المقاس اللي احنا عاملينه اللي هو بتاع اللي كانوا 98 سنتي. خدنا العلام بتاعنا هنطوله شوية بنفس زاوية الميل، ونرجع ناخد المقاس بتاعنا اللي هو كان 52.5. لما نيجي ناخد المقاس هناخد المقاس من السنتر بتاع الفريز، وانا هنا رحت معلم عليه صح
لان في علامات تانية بتبقى على الشغل عشان ما نغلطش. المقاس اللي احنا هنعلم عليه نعمل عليه دايرة، نعمل عليه صح، المهم نميزه. ده ال 52.5 سم علمناهم. هنعلم الجنب اللي هناك 10 سم، واحنا بناخد بقى، احنا خدنا الزاوية دي كانت زاوية فيها زاوية ميل، ال10 سم دول ما كانش فيهم زاوية ميل، كانت زاوية قايمة من ورا. فنعمل حسابنا في الكلام ده، وبعد كده نقوم معلمين على 52.5 من هناك على 10، وناخد خط. معلش ممكن يكون التصوير مقرب قوي لان احنا ما كانش في ستاند نصور بيه وكنا في الشارع، بس هي الفكرة واصلة. يعني العلامة اللي احنا علمناه ده اللي على علامة الصح ده، والعلامة التاني ده اللي هيتقطع عليه، دول احنا هنقطعهم بالصاروخ اسهل يعني. ونخلي بالنا بقى ايه، طبعا هنقطع ونرجع نصاروخ الكلام ده عشان لما نيجي نجمع يعني نصاروخه يعني نبرده. لو هو هيبان يتبرد احسن، يعني لو هيبقى فيه حاجة قريبة يبقى يتبرد احسن. احنا بعد ما نقطعها كده ناخدها نشيك عليها تاني قبل ما نعمل حاجة عشان لو في اي حاجة نظبطها. بس هي الحمد لله طلعت كويسة من اول مرة يعني. بعد ما نخلص طبعا هنتني الجنب اللي هناك ده اللي هو كان متفرز، كده تمام. كده انا ده عشان هي بعيدة هو انا بصاروخ عادي، بس هو انا ما حبسش موضوع الصاروخ لان البسكوتة دي بتبقى رقيقة، يعني لو انت هتصرخ وانت مش متمكن من الصاروخ ممكن تطق في ايدك لان هي ضعيفة شوية عن عن الصنفرة. كده احنا عملناه من 3 جناب اهو عشان لما تيجي تبيتها في مكانها الريش ده ما يعملش علو ويبان. تنين الفلز كده، وزي ما قلنا برضو المرة اللي فاتت ان الابيض الحتة 2 سم دي بنسلخها قبل ما نركبها عشان ما يبقاش الورق ده جوه. هناخدها بقى ان شاء الله نحطها في مكانها نشوف هي ايه مقاسها ايه. اتحط كده اهي، ونخلي بالنا هنا كان في خرطوم مثلا جوه بتاع الكهرباء، نخلي بالنا من الحاجات دي. وهي ما شاء الله هي معدولة قدامكم اهي، هو قاعد على الجنب التاني. احنا عشان نعرف نربطها هنفك الكشاف ده ونربط من مكانه. الشغل ده كان معمول من زمان بقاله فترة، بس كان متعطل بقى عشان حاجات كتير جدا يعني. الحمد لله ربنا يسهلها كده ونخلص. هنا انا خدت الكلابة ظبطت بايدي وربطتها، والجنب التاني برضو نحط فيه كلابة ونربط. هنا ما شاء الله برضو انا شلت الورق اهو، هنا اللي هقفل من الجنب ده ومن الجنب ده. هنجمعها ان شاء الله، واتمنى يكون الفيديو مفيد، وده الشكل النهائي لها ان شاء الله.